الاخبار لنعمه الله الجزائري. فنعمه الله الجزائري موصوف عند الاثنى عشرية. هو خلينا نصور الاخ ده المحدث التقي مش عارف يعني وصفوه باسماء رب العالمين يا عمي. المهاجرين والانصار، ليش ما تشجعون المهاجرين والانصار؟ ايش مهاجرين والانصار؟ المهاجرين والانصار السابقون الاولون، لقد رضي الله عن المهاجرين السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. وبعد الرسول لما توفى يقول لك كلهم ارتدوا هذول ما عدا خمسه اشخاص. انت عارف انا عمر احسن من الرسول محمد بتاع الشيعة. عارف ليه؟ لان انا عندي اتباع، محمد عليه الصلاة والسلام. لما نعم انت احسن من الرسول، رسول الشيعة. ما يتكلم عن رسول، من هو رسول الشيعة؟ الشيعة لهم رسول. محمد بتاع الشيعة غير محمد بتاع السنة، لان محمد بتاع وعلي وآل البيت يختلفون عن الشيعة. محمد بتاع السنة علم 124 ألف رجل من بحر رجل. محمد بتاع الشيعة خنزير علم 124 ألف وكلهم ارتدوا. كل أربعة بدون 14 إله، اثنان معصومان، المعصوم سيدنا محمد والمعصومة السيدة فاطمة والأئمة 12، هؤلاء آلهة عندهم. أعوذ بالله. يعلمون ما كان. باب في كتاب الكافي. تعال يا حوزي، تعال يعلم ما كان. باب في كتاب الكافي عن الأئمة، يعلمون ما كان وما يكون، يعلمون ما بالأرحام، يعلمون ما بأصلاب الرجال، يعلمون متى يموتون وأين يموتون. يا حقا يا حقا، والله الله بتاع الشيعة غير الله بتاعنا. لذلك لأن لا يعلم كل لا يعلم الغيب إلا الله. زوجتك اهلا وسهلا. جت زوج مع علي وعايشه في نفس السرير. اذا جبنا لك في كتب الشيعة ايش تعملي؟ لابد يكون مصدر موثوق. الجزائري. ما انتوا اصلا عندكم اذا قلنا الكافي 400 جزء كله كذب. ايه المصدر الموثوق عندك؟ المراجع يفتخرون ويقولون لا يوجد عندنا حديث صحيح بالكتب الاربعه، والكتب الاربعه هي الكافي، من لا يحضره الفقيه، الاستبصار، وتهذيب الاحكام. يفتخرون وعندهم 14 اله ولا عندهم كتاب صحيح. شو عندهم؟ 14 اله ولا يوجد عندهم كتاب صحيح. المعصوم النبي والمعصومة السيدة فاطمة والأئمة الاثنى عشر التي تخضع لهم ذرات الكون. يعلمون ما كان وما يكون، يعلمون ما متكنتن وما سيكون متكنتن، وهم من طعن بآل